عندما ترى نقودا وسيارات وجزرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فلن تخطر ببالك أبدا تلك الجمعيات الخيرية. لكن جيمي دونالدسون شاب من شمال كارولينا لديه أكثر من 100 مليون متابع، أصبح صاحب أكبر تبرعات خيرية. قبل أن يصبح جيمي مستر بيست، لم تكن رحلته كمبدع سهلة باستخدامه لكاميرا حاسوبه المحمول وتوفير دولار واحد يوميا لشراء أول مايكروفون، حيث استغرق الأمر 2 للحصول على أول 1000 متابع، واستغرق من الوقت 7 سنوات ليظهر لأول مرة في الترند الأمريكي، وذلك من خلال فيديو العد من 1 إلى 100 ألف على المباشر. والأكثر إثارة للإعجاب، الوقت الذي جنى فيه المال على الإنترنت بعد 7 سنوات من الكفاح المستمر، فكان هدفه دائما أن يجني الكثير من المال، فكلما ربح أكثر قام بأعمال خيرية أكثر، حيث صرح إن هذه الأعمال تجعله يشعر بالرضا والسعادة. مستر بيست يقوم بأشياء لم يسبق أن فعلها أي يوتيوبر بالعالم. يبيع منازل بدولار واحد فقط، غرس 20 مليون شجرة، يعطي 1 مليون دولار لأشخاص يصادفهم في الشارع بشكل عشوائي، إضافة إلى أنه اشترى مؤخرا جزيرة كاملة. لقد جعل 100% من أرباح إحدى قنواته مصدر إطعام للمحتاجين. وبهذه الأعمال ذهب جيمي في الاتجاه المعاكس، حين أصبح رد الجميل جزءا أساسيا من فيديوهاته، مما جذب له مالا أكثر ومتابعين بالملايين. كانت هذه قصة موجزة عن حياة اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.